بعد كده نبقى خلاص خلصنا القصه ونسيب الدكتور بقى تتكلم باستفاضه من السؤال اللي احنا ما جاوبناش عليه. طيب. وهسالك سؤال تاني فكريني بيه الله يخليك. طيب. انت عارفه الواحد بينسى. احنا هنعمل رز بلبن بس بطريقه جديده خالص لاول مره هتشوفوها. هو بيتقدم في ماليزيا كده لكن احنا حاطين عليه تاتشات بتاعتنا انتوا عارفين بقى. اول حاجه عندي كوبايه من الرز المنقوع بعد ما غسلناه رز مصري، رز مصري مش بسمتي يا محمد، معلش يا مجد. غسلناه الاول ونقعناه في ميه سخنه. تاني كوبايه من الرز المصري المغسول ومنقوع في ميه سخنه. جميل. عندي رشه من بودره الزعفران وعندي معلقتين من ميه الورد وربع كوبايه سكر وبشر برتقانه وكوبايه عصير برتقال وكمان كوبايه من اللبن وكوبايه ميه ونص كوبايه زبيب وشرايح من المانجا لو عندي وبرتقان فيليه لو حابين. تاني عندي كوبايه ولا اتنين سوري كوبايتين من الرز المصري، عندي كمان رشه بودره زعفران، معلقتين ميه ورد، ربع كوبايه سكر، بشر برتقانه، كوبايه ميه وكوبايه لبن وكوبايه عصير برتقان ونص كوبايه زبيب وقطع من المانجا. دول كانوا عندي في الفريزر من زمان هنا طلعتهم يعني بقالهم ساعة ما كانت في مانجا في السوق، وممكن نحط فراولة لو حابين، وعندي برتقان فيليه اللي هو بقشره واخد بس الأصابع اللي جوه بس. جميل. بعد ما اشيل كل الغلافة اللي عليها نشتغل.